شخص ملثم راكب تروسيكل مع بعض الافراد جم من الشارع دون ناحيه سور المدرسه. كان التواجد الامن موجود في الشارع الخلفي للمدرسه. ضرب فرد اللي ضربه دون الخرطوش او اللي كان معاه ده ولذا بالفرار، لف بالتروسيكل تاني ما جاش ناحيه الشرطه ولذا بالفرار من احد الشوارع الجانبيه دي. الشرطه في الحال بدات تطارد التروسيكل ده، اختفى منهم في بعض الشوارع الجانبيه. في لحظه وقوع الحادث التواجد الامني كان كثيف جدا حوالين المدرسه وداخل المدرسه. رجال الاسعاف لحقوا الطلبه في الحال، يعني ما عداش 3 دقائق بالظبط كان الاسعاف موجود. ما فيش طالب بيخش المدرسه حامل سلاح، هو يحمل سلاح في الشارع، احنا مالناش علاقه بالشارع. احنا سيادتك كل الموضوع العمليه التعليميه والحاله التربويه بتاعت الطلبه داخل المدرسه مسيطر عليها تماما من جميع قيادات التعليم في الدقهليه وفي الوزاره. اثنين ثلاثه اهو. تحيا جمهورية مصر العربية. تحيا جمهورية مصر العربية. تحيا جمهورية مصر العربية. Hope, hey, 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 hey